يالي شخصيتك يا رجل، يالي كريستيانو الذي يقاتل على كل لقطة وكل تفصيل وكأنه لا يريد أن يندم على شيء بعد أن ينهي مسيرته، وكأنه لا يريد أن يندم على لحظة قضاها في أرضية الملعب. هل قلت أن ينهي مسيرته؟ يا للكلمة التي لا يريد أحد أن يسمعها. استمر يا كريستيانو، استمر. الملاعب سعيدة بوجودك، محظوظة بقيمتك.